أهلاً وسهلاً بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور أكسل. في هذه المحاضرة راح نتعلم على مهارة جميلة ومهمة في برنامج أكسل، وخصوصاً عندما نريد ندخل التواريخ بشكل كثير. طبعاً عندما نذهب إلى هذا الموقع راح نشاهد أنه هذه هي المهارة. عندما أضغط على الخلية راح يظهر لي التاريخ بشكل تقويم، أظهر على التاريخ أو على هذا رمز التقويم، وبالتالي راح يظهر لي هذا التقويم. أضغط على أي رقم أو على أي تاريخ راح يضاف التاريخ بشكل مباشر. طبعا حتى أعمل هذه الميزة لابد أنه أضيف أداة صغيرة إلى البرنامج، وطبعا هذه الأداة أضغط على هذا الزر Download Now راح تتحمل. وإذا نشاهد أنه هذه الأداة تدعم الأكسل من 2007 ولغاية 2019، لأن حاليا أحدث نسخة للأوفيس 2019. ممكن بعد كم سنة عندما يتم إصدار نسخة جديدة للأوفيس أكيد راح يتم تحديث هذه الأداة. طبعا رابط هذا الموقع راح يتم وضعه في صندوق الوصف. طيب طبعا بعد ما حملنا هذه هي الأداة، طبعا تحميلها جدا سهل وبسيط. يعني إذا نجي هنا طبعا نضغط فقط كليك بشكل مباشر راح يتم تحميل الأداة. هذه الأداة راح أخذ من عندها كوبي أو كات، لا بس كات. وطبعا نجي إلى السي، هنا السي راح ننشئ فولدر راح أسميه مثلا ستارت، أي اسم مثلا ستارت اكسل مثلا هذا الاسم، أضغط عليه أوكي أفتحه. وطبعا راح ألصق هذه الأداة اللي حملتها، أفك الضغط عنها من خلال كليك أيمن Extract Here، وراح أحذف هذا الملف اللي نسخته وأخلي فقط الملف اللي تم فكه من الأداة. طيب الآن راح أجي أخذ رابط، أجي أضغط هنا بالأعلى وأخذ المسار نسخ، أحدده ونسخ. طيب الآن راح أجي نفتح الأكسل، وطبعا نجي إلى ملف ومن ثم خيارات Option ومن ثم خيارات متقدمة. ننزل هنا إلى الأسفل، هذه المنطقة مثلا اللي هي عام، فتح كافة الملفات عند بدء التشغيل، أضغط هنا كليك أيمن وألصق المسار. طبعا هذا المسار اللي أخذته واللي بيه الأداة الملف، أخذ كوبي وأضيفه بهذه المنطقة، بعدها موافق. بعدها راح أغلق الأكسل وأفتح أكسل جديد حتى يتم تحديث الأداة. طبعا نجي هنا نلاحظ، طبعا فقط راح اقلب اتجاه الورقة او الصفحة من خلال تخطيط الصفحة ورقة من اليمين. اذا الاحظ بالصفحة الرئيسية اصبح عندي اداة جديدة اسمها date وdate picker، هذه الاداة. مثلا عندي هنا عمود اللي هو بالتاريخ بهذا الشكل، طبعا راح نكبر الاعرض التاريخ. وهنا أنا طبعا حبيت اضيف تاريخ، فقط اضغط على الخلية كليك ايمن واختار date picker. اذا الاحظ انه راح تظهر لي بشكل مباشر date picker، واختار التاريخ مثلا تاريخ اليوم اللي هو 5/6 او اي تاريخ اخر. واذا الاحظ انه بقية الخلايا بعد ما يحتاج اضغط عليه كليك ايمن، فقط عندما اضغط عليها كليك راح تظهر لي هذا الرمز او هذه الايقونة، اضغط عليها واختار التاريخ اللي انا اشوفه مناسب. طبعا ايضا بامكاني اختار الاشهر مثلا اب، وايضا بامكاني انه اختار السنوات، وبالتالي اقدر اضيف التاريخ بطريقة سهلة جدا وبسيطة من خلال اداة date picker. طبعا اداة سهلة جدا وبسيطة ومهمة في برنامج اكسل. ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومهمة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.